بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع درس جديد من دروس دريم ويفر CS5. في البداية أحب أنوه عن ضرورة التسجيل بموقع وقف أونلاين، وذلك للحصول على شهادة حضور خاصة بالكورس. درسنا النهاردة عن كيفية التعامل مع النصوص وعمل تنسيق لها. بفتح برنامج دريم ويفر، ومن كرييت نيو بختار إنشاء ملف من نوع HTML. اول حاجة بعملها اني بسيف الملف او احفظه، هسميه مثلا home.htm او html. الصفحة في وضع الديزاين صفحة فاضية تماما، لكن في وضع الكود هلاقي وجود بعض الاكواد الاساسية فيها: الدوك تايب، الhtml، الهيد، الميتا تاج، تايتل، بودي. دي البيزك كود بتاع اي صفحه من صفحات الhtml. هرجع تاني لوضع الديزاين. الكتابه في الدريم ويفر زيها زي الكتابه في الوورد والنوت باد، يعني لو كتبنا جمله ويلكم تو وقف اون لاين، لو عملت انتر فده معناه ان انا باخد باراجراف جديد او بعمل باراجراف جديد. لو جينا هنا في السبليت كود بلاقي الانتر اللي انا عملتها اتحولت الى باراجراف، تاج باراجراف في الكود. لو عملت انتر تاني انشأ باراجراف تاني. لو حبيت اني اكتب في نفس الباراجراف ولكن سطر جديد، بعمل سطر جديد في نفس الباراجراف، بضغط شيفت وانتر بيعمل بريك لاين. كمان بيتيح لي برنامج دريم ويفر ان انا بعمل كوبي وبيست جوه البرنامج، يعني ممكن اخد الجمله دي كده كوبي وبيست في اي مكان احب. ممكن اعمل كمان بيست البرنامج من اي مثلا برنامج تاني، زي برنامج مثلا الوورد، بختار مثلا النص ده كده كوبي وبروح على برنامج الدريم ويفر وبقول له بيست، مفيش اي مشكلة خالص. لو حبيت اخلي الجملة دي ويلكم تو وقف اونلاين في وضع الهيدنج، هي دلوقتي في وضع الباراجراف. لو نلاحظ انا عندي اللي بتاكتف التاجة HTML والفورمات بتاع الجملة دي في وضع الباراجراف، هختار منها مثلا في وضع الهيدنج، بلاقي اني حجمها اتغير الى وضع الهيدنج. لو روحنا كده عملنا سبليت كود هلاقيه حطلي الجملة ما بين التاج H1 الخاص بالهيدنج. كمان ممكن اغير نوع الخط ولون النص، ده عن طريق ان انا بختار CSS. احنا قلنا ان CSS هي اللغة الخاصة بالتنسيقات وشكل الموقع، فبختار CSS وباجي هنا بالفونت نوع الخط، هختار مثلا الخط كوميك سينس. بلاقي اتفتحت لي النافذة دي بيطلب مني ان انا اعمل كلاس ومن خلاله بطبق التنسيقات اللي انا عاوزاها. الكلاس بيتعمل ازاي؟ ان انا بعمل دوت وبسميه اي اسم، مثلا انا هسميه اتش والاوكي. ممكن اغير لون الخط من هنا مثلا خليه ازرق، لو مفيش ولا لون من الالوان دي عاجبني حبيت ان انا اكستم لون من الالوان دي، تحلي ان انا بختار من هنا واقول مثلا اوكي، لان لونها اتغير. هلاحظ ان التنسيقات دي اتطبقت بس على النص ده او الجملة دي. ممكن اطبق نفس التنسيقات دي على الباراجراف ده، ان انا بعمل هايلايت وباجي هنا في التارجت رول بختار الكلاس اللي اسمه اتش، هلاحظ ان هو ايه اتطبق عليه. كمان انا عندي هنا ممكن اعمل اللي هو الكاركتر، السبيشال كاركتر،
زي مثلا علامة الكوبي رايت او تريد مارك. من قائمة انسرت مثلا هقف هنا هعمل بريك لاين شيفت انتر، من قائمة انسرت هختار HTML، هختار حاجة اسمها سبيشال كاركتر. السبيشال كاركتر مثلا الكوبي رايت، انسرت HTML، بختار بقى اي، في عندي الباوند، الين، اليورو. في السبيشال كاركتر برضو موجود اللاين بريك، ان انا ممكن اعمل لاين بريك من هنا كده، عملت لي لاين بريك. لو جينا هنا سبليت كود اتكتب اهو الكود ده. فاي حاجة بختارها بتترجم اوتوماتيك في صفحة الكود الى اكواد. ممكن برضو العلامة، العلامات الخاصة او السبيشال كاركتر بلاقيها موجودة برضو من البانل انسرت، بضغط عليها دبل كليك بتتفتح من كومن، بختار تكست، بلاقي بقى كل الحاجات التنسيقات الخاصة بالتكست زي البولد، الايتاليك، سترونج. في هنا تحت خالص هتلاقي حاجة اللي هي خاصة بالكاركتر، سبيشال كاركتر، بفتحها كده. مثلا لو اخترت اليورو، لو عايزة اخد سبيس هدوس مسطرة مرة واحدة، لكن لو دوست مرة تاني فبلاقي ايه، مش بيتحرك المؤشر. لو عايزة البرنامج يتيح لي اكتر من سبيس، يعني انا خدت سبيس واحد، بعمل ايه، باجي من قائمة edit وبختار بريفرنس واعمل تشيك على allow multiple space. اوكي كده اتاحت لي ان انا اخد اكتر من سبيس. برضو بلاقي لو عايزه الغيها باجي من هنا edit بريفرنس اشيل تشيك من عليها. اوكي من قائمه insert هلاقي موجود ال HTML برضو، في اللي هو في السبيشال كاركتر هلاقي موجود عندي لاين بريك، قلنا بتعمل بريك لاين، والنون بريك سبيس دي بتتيح لي ان انا اعمل سبيس مرة واحدة، يعني انا لو جيت هنا عملت سبيس مش بتتحرك، لكن لو جيت هنا انسرت واخترت HTML سبيشال كاركتر نون بريك سبيس، هلاحظ ان هي ايه اتحركت، لكن لو جيت احركها تاني هي بتسمح بمرة واحدة بس. فلو عايز تعمل مالتيبل سبيس بتيجي بقى من عند ايديت وبتعمل ايه بريفرنس، بتعمل تشيك على الالاو مالتيبل سبيس من هنا، دي بقى بتتيح لي ان انا اعمل سبيس زي ما احب. ده كان درس النهاردة عن التعامل مع النصوص وبعض التنسيقات الخاصة بيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.